للفرقة، أكيد ومبروك للإدارة، ومبروك للجهاز الفني، ومبروك لينا كلنا. أكيد أكيد. يعني بكل مرة المليون طيب أخد كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة. كابتن محمد ألف مبروك. الله يبارك فيك، الله يخليك كابتن ميدو، مبروك عليكم، وبمثل طبعا على الكابتن ماهر همام والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن ربيع ياسين. مبروك مبروك يا كابتن يوسف. ربيع ياسين مبروك مبروك يا كابتن يوسف. مبروك مبروك كلكم، مبروك عليكم كلكم. بنبارك لكم طبعا يا كابتن محمد. ومباراه صعبه، لسه كنت بتكلم مع الاستاذ خالد الدرندري، مباراه صعبه بكل المقاييس، ملعب واصابات وحكم كمان كان يعني النهارده صعب جدا. مش عايز اقول لك شايف المباراه ازاي، احنا كلنا شفناها، لكن انا بهنيك وبقول لك 3 نقاط اهم من الاداء في الفتره دي، احنا محتاجين 3 نقاط دايما. والملعب كان صعب جدا فعلا ان انت تقدم كوره حلوه، لكن الكورنر نفسه يا كابتن محمد، علي معلول عمل الكوره دي حوالي 3 مرات في نفس المكان، يعني كنتوا محفظين الفرقه الكورنر ده. والله الحمد لله، انت عارف دي طبعا المباريات اللي هي بتبقى في افريقيا، خصوصا ان ارضيه الملعب انت عارف هي يعني شكلها ايه؟ جنينه، احنا قلنا جنينه. لا احنا قلنا جنينه. لكن هي سيئه جدا جوه الملعب، لكن الحمد لله يعني احنا عارف مباراه افريقيا بيبقى عايزه روح عاليه واداء ركوبي قوي. ده مهم جدا نتكلم فيها اللعيبه النهارده. والاهم من كده كمان ان زي ما انت قلت الكوره الثابته عندنا نستفيد منها، تاريخ مميز في الكوره الثابته لما كان في مازيمبي وبيقدر ان هو يشتغل عليها بشكل كويس. والحمد لله ان احنا وضحنا الكوره بتاعت علي معلول، عمل زي ما انت قلت اكثر من واحده بالظبط، لكن كان ممكن التوقيت بتاع الكاري بتاعنا ما كانش بالشكل المثالي، لكن الحمد لله واحده قدرنا نستفيد بيها بكذا واحده الشوط الاول، لكن ما كانش بالقوه اللي نقدر نستفيد منها يعني. الحمد لله ان احنا طبعا طلعنا ب3 نقاط في ظروف طبعا صعبه، واجهنا على فكره لاول مره نواجه صعوبات او تعامل. انا عايز اقول طبعا ولا توفيق يعني احنا بنحترمهم وبنقدرهم، لكن تعاملوا بشكل يعني عايز اقول كبير طبقا للقوانين بتاعت الكاس في التعامل مع الفرق المصيبه. يعني حصل حاجات كتيره واحداث كتيره مش عايز اخوض فيها، غريبه جدا، مع ان الناس بعد ما طلعوا من هنا كابتن محمد اثنوا على الاستضافه وقالوا النادي الاهلي نادي مضياف واحنا عملنا لنا كل حاجه، غريبه جدا. عملنا معاهم كل حاجه ابتداء من وصولهم المطار ودخول المهندس سمير عادل، في الهدايه كان في شويه مباريات 3 ايام اللي فاتوا، لكن الحمد لله اللعيبه يعني فكرتوني النهارده اتكلم معاهم في المحاضره جهزناهم نفسيا ان احنا كل المباريات النهارده نرد على الناس في الملعب. اكيد الحمد لله توفيق ربنا سبحانه وتعالى، النهارده وقت الظهر عاليه جدا رغم ان مرينا بظروف برضه مش طبيعيه. طب جونيور طمنا عليه يا كابتن محمد. جونيور طبعا يعني عنده الدكتور بيقول لي عنده كدمه قويه جدا في الركبه، بس ان شاء الله نطمن عليه يعني، وطبعا اصابه قويه يعني، لكن ان شاء الله تبقى ما تاخدش وقت طويل يعني. ودي عصام عاشور برضه اشتكى من الام الرباط التشريدي، ففضلنا ان احنا نريحه ودفعنا بسام محمد ادى نفس دوره بشكل مميز، والحمد لله يعني احنا طلعنا بثلاث الحمد لله على اساس ان احنا نحافظ على او نفوز بخطوه كبيره جدا في تاهلنا ان شاء الله. اكيد اكيد يا كابتن، كله يعني اتعامل بمنتهى الرجوله في هذه المباراه، وخرجنا بالغرض اللي احنا عايزينه بالهدف اللي احنا عايزينه وهو ال3 نقاط. انا عارف انت مجهد جدا خصوصا بعد المباراه، ان شاء الله لما ترجع بالسلامه باذن الله يكون لنا تليفون مطول عن خطه الفريق في الفتره القادمه. كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره، الف الف مبروك على ال3 نقاط. يعني احنا بنبارك.